السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ده فيديو جديد من فيديوهات المراجعة النهائية الموجودة على ابليكيشن الانجليزية للثانوية العامة. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنشتغل مع بعض يونت 6. نبدأ نشتغل مع بعض كده حل كتاب ذا بيست. اول جملة بيقول لي there was a space much traffic that it took 2 hours to get to work. there was يا شباب space traffic، كان في مرور كتير جدا. هنا خباك ان كلمة ماتش لما جينا شرحنا قلنا ان كلمة ميني وفيو وماتش وليتل دول لازم ياخدوا كلمة سو، يبقى في سو ماتش ترافيك. not getting regular work is a problem with being a space worker، ان انت ما تحصلش على عمل منتظم. هي دي يا شباب طبعا، هي دي ايه؟ هي دي يا ابني اللي انت طبعا اللي احنا بنقول عليها احد مشاكل ان انت تكون مستقل. فاكرين كلمة مستقل؟ يبقى فريلانس مستقل. this is a nice car is it new، والله دي عربية جميلة جدا. خباك بص هنا من ايه؟ a nice car صفة جاي بعدها اسم، يبقى such a nice car. I can choose exactly which project to take، انا ممكن اختار بالظبط اني مشروع اتحمل مسؤوليته. يبقى كلمة اسمها take on، ما تنساش ان عندك تيك مهم قوي في اليونت دي. I don't have space money for this، انا ما عنديش مال كافي لهذا. can you lend me some، يعني مال كافي يبقى enough money. a lawyer acts on behalf of، المحامي ده بيتصرف بالنيابه عن مين او لصالح مين؟ طبعا لصالح العميل بتاعه، يبقى client يعني عميل بتاعه. it's space called to go، هنا عندي طبعا كلنا عارفين تو الصفة تو المصدر، يبقى تو كولد ساعة جدا ان احنا نروح نعمل كذا. طيب نشوف يا جماعة بعد كده. there is no way، مفيش اي طبعا اي طريق خالص. there is no way، مفيش اي فرصة خالص. you must space the deadline، لازم تلبي، لازم تنجز في الوقت المحدد. الديدلاين ده الميعاد النهائي، يبقى انت لازم يا جماعة ميت، ده مصطلح مهم جدا يا سنة تالتة. ميت the deadline يعني ينفذ قبل الوقت النهائي. she is space lazy to work she needs to be energetic، البنت دي كسولة جدا. to المصدر to الصفة، او to الصفة to المصدر to lazy to work. I have to leave now I have an important call، في مكالمة مهمة جدا من الشغل بتاعي. she is not fast، الحاجة الوحيدة اللي بيجي قبلها صفة هي كلمة enough. I am poor sighted، انا عندي نظر ضعيف. so I went to the oculist to not a lens، راح يا جماعة عشان اعمل ايه؟ نركز مع بعض كده. انا راح عشان focus a lens، اثبت عدسة. she walks quickly to keep up with us، هي مشيت يا جماعة طبعا quickly enough to keep، عشان توازن معنا. what is the space on my credit card، ايه يا جماعة هنا الرصيد اللي في الكريدت كارد؟ كلمة رصيد يعني balance. it was good play that I have decided to see it again، طبعا good play دي صفة جاي بعدها اسم، والاسم هنا مفرد، يبقى such a good play. the note for application the space for application، ماله يا شباب هنا؟ عشان بس نبين الجملة عشان تبان. هنا كلمة focus اخر جملة بيقول فيها شباب it اخر جملة عندنا الشباب نبص عليها كده عشان هي مش باينة. بيقول فيها the، مش معنى رجع تاني كده زي هي باين كده the space for application was May 13 because never miss it. يبقى عندنا الجملة رقم 16 بيقول فيها ان الميعاد النهائي، يبقى كلمة deadline رقم C، يبقى خلي بالك ان اخر جملة عندنا تبقى رقم C. طيب نشوف هنا الصفحة دي. اول جملة بيقول فيها يا جماعة الجملة رقم 17 مع بعض كده سنة تالتة، بيقول I learned to drive quickly that everyone was shocked including me،
انا اتعلمت ان انا اسوق بسرعه جدا لدرجه ان كل واحد اندهش او مصدوم انكلودنج مي، حتى انا نفسي يعني. فالجمله هنا الشباب بيقول انا اتعلمت ان اسوق بسرعه، يبقى دلوقتي خلي بالك، يبقى انا اتعلمت ان انا اسوق سو، يبقى اختار كلمه ايه سو الموجوده عندي. The company ultimate aim is to give its space personal attention for satisfaction. طيب من الهدف الأكثر للشركة دي إن هي تدي الزبائن بتوعها معاملة خاصة، يبقى كلينتس يعني زعمان. The rules is based a lot of rain that قلنا كلمة a lot of دي بقى لو أنت فاكر بتاخد إيه بقى؟ نركز مع بعض يا جماعة، بتاخد such. Try to be space pessimistic through our thoughts will increase your rules. حاول تكون متفائل كده إيجابي، لأن الأفكار السلبية أو التشاؤم ده، يبقى حاول تكون بوزيتيف. That the car وعربية والدي is not slow that it's quicker to walk. عربية والدي يا شباب تبقى حاجة اسمها so slow so slow that. Do you have any double rooms space this weekend؟ عندك أي حاجة متاحة؟ يبقى available يعني متاحة. I think I have finally saved up space money saved after يا جماعة أكيد enough money. Don't just space in silence. ما تفضلش قاعد كده، كلمة يا جماعة يبقى أو يظل أو لا تعاني في صمت. You should complete. كلمة يعاني يعني سفر. I have been الشباب so أنا كنت so space places that I can't remember them on. ما تنساش إن كلمة places هنا بتتعد، يبقى هنا عندي كلمة mini، لأن المعدود هنا يا شباب أنا زرت بلاد كتير. Please من فضلك space me to post this letter or I will forget. لو سمحت remind me. We stayed in an hotel because it was not cold for us to walk. يبقى عندي to الصفة to المصدر. The old castle and the new castle are not by a deep moat. الحاجات دي يا جماعة منفصلة، كلمة اسمها separated يعني منفصلة، منفصلين عن بعض separated. طيب I would like to go to the USA but it costs too not money. طبعا هنا في كلمة اسمها too much money. Lay everything aside and focus. تاخد حرف الجر focus on، ركز على focus on. Shady hasn't got، شادي يا جماعة ده hasn't got space money to buy a bike. شادي ده شباب ما عندوش طبعا فلوس كافية، يبقى enough money. Modern technology التكنولوجيا الحديثة، يلا يا جماعة اللي ما كان شوفها كده مالها التكنولوجيا الحديثة، آخر جملة هنا modern technology التكنولوجيا الحديثة like laptops and phones have many allow many people to space have more space working hours. طبعا هنا في عندي كلمة اسمها flexible يعني مرن، رقم C ماشي واضح في مشكلة في آخر جملة بنحاول ان احنا نجيبها برضو عشان البرنامج بيبقى فيه كده زي شريط ادوات. طيب 33 يا شباب بيقول فيها ايه مع بعض كده يا شباب؟ 33 بيقول it's hot I can't play football. جو حر جدا مش عارف العب كورة. قلنا لما يكون هنا معنى سلبي حر ان انا ما اقدرش العب، يبقى حاجة اسمها تو، يبقى انا اختار يا جماعة كلمة ايه، اختار تو hot. It's wrong to separate morality space politics. غلط ان انت تفصل الاخلاقيات عن السياسة، يبقى اختار كلمة from. Adam is space upset to smile. Adam ده يا جماعة يعني تو منزعج جدا ان هو يضحك، ما عرفش يضحك يعني. People under space may have headaches or sleeping difficulties. الناس طبعا اللي عندهم ايه، اكيد كلمة stress اللي احنا عارفينها شباب معناها الضغط العصبي، يبقى stress. There are many places to visit that. هنا خباك من كلمة many places، يبقى so many places. A space of sleep makes you feel exhausted at work the next day. نقص اليوم يبقى lack of sleep. A space amiss is your room that you have to clean now. ركز في التركيبة دي يا شباب. Such amiss. طيب we set a time limit. هنا حاطين حد كده للوقت. جيمي is not a slow walker that خباك a slow walker دي صفة جاي بعدها اسم وفي a، يبقى طول طبعا كلمة يا شباب كلمة such. He spent 2 weeks away from work. This means he took not 2 weeks. هو
واحد خد اجازه اسبوعين. ها مين فاكر كلمه تيك ايه ياخذ اجازه؟ الناس الشاطره تحاول تفتكر كده. تيك اوف هنا يقلع، ياخد اجازه. Our teacher gives us not much homework. عندي كلمه ماتش، مين فاكر ماتش بتاخد ايه؟ يبقى تو ماتش homework، يعني واجب كتير جدا. تو ماتش homework. ها يا شباب، ولا نرجع نقول ايه؟ نفكر كده مع بعض. تو ماتش homework. طيب working، الجمل الأخيرة دي يا جماعة برضه نرجع لها تاني. بيقول لي هنا working in the police، العمل في الشرطة is a not job، وظيفة ايه؟ it makes you always feel worried، يبقى هي stressful يعني مليانة بالضغط العصبي. this car is not expensive، I can't afford it، العربية دي يا شباب غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها. أدام هي غالية جدا يا شباب الناس الشاطرة، يبقى تو، لأن هنا معنى النفي ما أقدرش أشتريها. Who can perform the space of sitting up can be served. مين اللي ممكن يا شباب يقوم بمهمة سإقامة معسكرات للرهائن أو اللاجئين؟ كلمة طبعا هنا عايز كلمة إيه؟ أنا عايز كلمة يعمل حاجة مهمة، كلمة اسمها تاسك يعني مهمة. Some teenagers، بعض المراهقين are not immature to make really wise decision، بعض المراهقين يا شباب غير ناضجين to make. هنا في عندي يا مستر، في عندي كلمة تو في النص، يبقى تو الصفة تو المصدر. نرجع لآخر جملة برضو تاني. آخر جملة بتقول يا شباب، اخر جملة بتقول ان swimming makes، السباحة دي معناها السباحة، makes me feel happy and comfortable it's so، يبقى اكيد هي relaxing رقم C. ماشي مع اخر جملة، واضح ان زي ما قلنا كده ان هي هيبقى فيها مشكلة عندنا، لان احنا الجهاز فايت نكز مع اخر جملة. تختار ماشي رقم C، رقم 48 تختار C اللي هي relaxing. طيب 49 يا شباب بسرعة كده عشان الوقت. بيقول لك ايه سنة تالتة؟ parents often give their sons space responsibility to prepare them for adult life، دايما بيديهم ايه؟ دايما بيديهم حاجة اسمها enough. if you face difficulties ask your manager not help، طبعا ask for اطلب المساعدة. Mr. Green ده is not all to worry، يبقى هنا عندي حاجة اسمها to all to worry. he is not to listen to both، هنا في كلمة to، ما تنساش ان حاجة من اتنين، لإما to wise لإما wise enough، هما دول ينفعوا مع كلمة to، بس wise صفة إيجابية يبقى wise enough. she lost her space while walking so she held on to the railing، هي فقدت توازنها أثناء المشي، فقدت. يا شباب نركز مع بعض في الجمل، balance هنا بمعنى توازن. مستر جمال is not young not to wear، الراجل ده يا جماعة young enough. some companies، بعض الشركات is best people for emergency even when they are relaxing at home، في بعض الشركات بتتواصل مع الناس حتى، يبقى كلمة contact يتواصل. take a couple of weeks off، خد اسبوعين اجازة. you really need، انت محتاج ايه يا شباب؟ محتاج بريك اكيد طبعا، محتاج تاخد راحة، يبقى need a break. nobody is not to swim to home، محدش يا شباب طبعا يعني قوي ان هو يعوم لغايه هناك، محدش nobody نافيه طبعا، فانت بتفكر في المعنى ان في عندي في النص كلمه ايه تو، يبقى هو strong enough. I am not bored to spend the vacation abroad، انا تو بور طبعا، لان هنا بور صفه سلبيه. not sure that، اتاكد، يبقى كلمه اسمها make sure. The principal writes، البرنسبال يا شباب writes many letters that، خباك من كلمة many، الناس يا جماعة يبقى هو في so many letters عشان في كلمة so. he had space much experience that، فين عندي كلمة ايه؟ برضو عندي كلمة much، يبقى كلمة much بتدخلني في so. athletics who train for a competition should not breaks، الناس اللي بتتمرن دول طبعا في حاجة اسمها take breaks، ياخد راحة take breaks. this tea is not sweet to drink،
يا شباب انا عندي هنا الشاي ده مسكر قوي ان احنا نشربه، يبقى كلمة اسمها تو سويت يبقى مينفعش اشربه يعني. طيب نرجع برضو لاخر سؤال، بيقول فيه يا جماعة this، واضح ان هو في مشكلة فعلا في موضوع اخر سؤال دوت. بيقول فيه يا شباب نبص مع بعض كده، this picture is not clear، الصورة دي مش واضحة. it's هي ايه بقى ادام الصورة دي مش واضحة؟ يلا يا جماعة الناس الشاطرة اللي معانا، ادام يبقى هي يا شباب مهزوزة ولا هي ايه؟ لازم تأكد في معنى الجملة. هي الناس الشاطرة يا جماعة، يبقى حاجة اسمها out of focus، خارج التركيز بتاعنا، يبقى out of focus هي دي موجودة عندنا. طيب نرجع سنة تالتة، بيقول لي ان ايميلي is talented musician that she has won many competition. talented musician، talented دي صفة، musician موسيقي نون، يبقى اختار ايه شباب؟ يبقى كده اختار كلمة اسمها such a، لان الصفة جاي بعدها اسم مفرد والصفة هنا بادئة بحرف ساكن، يبقى such a. طيب there isn't space ولا space this call، رد على المكالمة دي، answer this call. there isn't space to go shopping today I'll go tomorrow، ما عنديش وقت كافي، ما عنديش يا جماعة وقت كافي، يبقى enough time. lack of sleep at night always makes me not at work، يخليني طبعا exhausted at work. better got not a lot of parents، عندي كلمة a lot of، ها الناس الشاطرة، في عندي كلمة اسمها such هي بتيجي مع a lot of. all information has become available on the internet، يبقى available الأولى. there were space friendly people at the hotel that we had a great time، هنا في كلمة friendly وفي people، يبقى كده يا شباب هنختار such. ليه بقى such؟ ان هو في صفة وبعدها اسم. what separates man from، اللي بيفصل الانسان from machine، so pays space little attention، خلي بالك من الكلام ده، to the way she dresses that، في عندي كلمة little، عندي يا شباب little يبقى so little attention. your point of view not on a number of incorrect assumption، وجهة نظرك دي قايمة على مجموعة من الافتراضات الغير صحيحة، يبقى انا عندي هنا شباب rests on، مستقر على او قايمة على، يبقى الاولى. there was such not noise that، انا عندي هنا في noise دي اسم لا يعد، يبقى مينفعش ولا فيو بتاع ولا مني، يبقى lot of. طيب the doctor advised، الدكتور يا جماعة بينصح، مي بينصحني انا، بينصحني بإيه الدكتور؟ to give up smoking or at least to not the number، يبقى انا حاول يا شباب limit، يعني مستر limit يعني احد. it was not bad weather، bad weather هنا يا شباب نركز في الجملة دي، it was such، such bad weather صفة جاي بعدها اسم لا يعد. she had not a glass on her head and didn't fall off، ركز في الجملة يا سنة تالتة، she had ايه بقى يا جماعة؟ had a not a glass on her head، هي عاملة كده كوباية على راسها وما وقعتش، يبقى كلمة balanced اللي هي بمعنى يوازن او يتوازن او ميزان، بتيجي معنى رصيد. so heavily، so heavily ماشي، so heavily ايه بقى يا جماعة؟ قلنا بيجي بعدها صيغة استفهام، يبقى was it. we make so much money not tourism، احنا عملنا سنة تالتة فلوس كتير من السياحة، طب كلمة سياحة يبقى out of الأخيرة. طيب هنا الجملة بيقول لك فيها I am not busy to go to work every day، أنا مشغول جدا، يبقى حاجة اسمها to. my father will be late home today because he has meeting with a not important، يبقى كده انت يعني عميل. طيب sometimes I work دي موجودة في الدرس، so hard is that، so hard is that.
Before the start of the new year, يا جماعة. Before the start of the new year, the teachers work together to know at school. الجملة دي مهمة قوي. كلمة time table بتاخد make time table. The soup is not hot to drink. الشوربة دي يا شباب يلا الناس الشاطرة مالها الشوربة؟ الشوربة دي سخنة جدا ان احنا نشربها يبقى توخد. You should not the number of sweets you eat. لازم تعمل ايه يا شباب؟ لازم ان انت limit. There are times when you can't work hard is best to live comfortably. في اوقات كده يا سنة تالتة ما تعرفش انت work hard enough تشتغل بدرجة كافية. طيب I worked long hours at. يلا بسرعة يا ابني. I worked long hours at. انا بشتغل ساعات كتيرة. long hours هنا لا تعد hours يا جماعة جمع. يبقى على طول such long hours. يبقى such long hours. I can't phone my mother because she is not work. مش هينفع اتصل بوالدتي لان هي at work في العمل. Before I start revising, I always note a revising plan. قبل ما ببدأ مذاكرة دايما make بعمل. طيب other freelance workers find doing their account is not difficult for them to do. بيجدوا ان الموضوع ده شباب too difficult for them. After our walk in mountain, I not really tired. بعد المشي بتاعنا ده I felt حسيت طبعا. The exercise was not easy that. يبقى so easy that. Are you coming to football space this afternoon? هو انت جاي ايه بقى بتاع الكورة؟ اكيد الحاجة اسمها training يعني تدريب الكورة. طيب نكمل يا جماعة 95. بيقول لك وين؟ I was young. My mother often dismissed me from my brother. دايما كلمة اسمها سيبريتي بتفصلني. رامي is careful not. يبقى careful enough. لازم يجي بعدها الصفة. Careful enough. Please not me to buy. فكرني. Remind. The United Nations is an important organization. Your brother is very space. He likes talking to everyone he meets. يبقى sociable. She graduates. Or sometimes graduates think that is harder to not work. Today than it used to be. يبقى get work تحصل على عمل. My friend منى is based really well. يبقى did really well. عادل جوب يا جماعة is very space. He is a firefighter and his work often كذا. يبقى وظيفته دي stressful. This book is not famous that nearly everyone has read it. يبقى so famous that so famous that. I wanted to buy a new phone but it was not expensive for me. يبقى هو أشيد يا شباب غالي جدا عليا. يبقى too expensive for me. The sports team has a good space between. يبقى balance توازن. طيب the teacher gave us all a space. Mine was to interview a four student. يبقى ده كل واحد task يعني مستر كلمة task يعني مهمة أو واجب. In the north of Europe, في شمال أوروبا, some people become ill in winter because there is a lot of sunshine. في شباب طبعا حاجة اسمها leak يعني نقص. طيب آخر جملة في الجمل دي. My grandfather isn't well. She often from headache. دايما بتعاني من هيدك. كلنا حافظين كلمة اسمها سفرز. كلمة سفرز يعني تعاني. كلمة سفرز تعاني.